وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، كما تشاهدون هذه الخلية التي رقمها 04، وهذه الخلية التي رقمها 09. اليوم سأقوم بتجربة إخواني الكرام، أيهما أحسن، العجينة البروتينية الكاندي أو المحلول السكري وبدائل حبوب اللقاح؟ المهم إخواني الكرام، هذه الخلايا قسمات لهذا العام، قسمات قمت بتقسيمهم في نهاية شهر ماي. المهم إخواني الكرام، سأقوم الآن بوضع لخلية عجينة الكاندي وخلية أضع لها المحلول السكري، وأجرب إخواني الكرام بعد 10 أيام. اليوم كما تشاهدون، اليوم نحن الاثنين 11 أكتوبر 2021 إخواني الكرام، يعني 11 من الشهر 10 2021. سأقوم بتقديم لهذه الخلية التي رقمها 04 المحلول السكري، والخلية التي رقمها 09 أقدم لها عجينة الكاندي البروتينية. تابعوا معي إخواني الكرام، وبعد 10 أيام إخواني الكرام إن شاء الله، بعد 10 أيام سأقوم بتفقد الخلايا وألاحظ أيهما أحسن، عجينة الكاندي أو المحلول السكري. تابعوا معي إخواني الكرام، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. التدخين إخواني الكرام، التدخين. هناك من يقول لي ربما هذه الخلية التي رقمها 04 تكون قوية والخلية التي رقمها 09 تكون ضعيفة. لا إخواني الكرام، هما نفس كمية النحل، نفس كمية النحل إخواني الكرام، نفس الكمية. كما قلت لكم إخواني الكرام، النحل نفس كمية فيهم، 4 قطارات فقط. ستشاهدون بعيونكم هذه كلها طراد زائدة إخواني الكرام. أنا قلت لكم لا أنزع الإطارات الزائدة لأنني أجني العسل المر إخواني الكرام. هذه طراد 4 زائدة، الخلية هاته متكونة من إطار 2 3 4، وهذا الإطار سأشاهد ما فيه قليل من العسل، قليل فقط إخواني الكرام. المهم متكونة من 4 قطارات. انظروا معي، هذه الخلية كما تشاهدون هي 4 قطارات فقط، 3 قطارات ونصف، ليس 4 قطارات. هذه الخلية سأقوم بتغذيتها بالمحلول السكري التحفيزي مع بدائل حبوب اللقاح، والخلية الأخرى إن شاء الله سأقوم بتغذيتها بعجينة الكاندي. وأشاهد إخواني الكرام، سأرجع طرف كما كانت،
تغذيتها قبل المغرب إخواني الكرام. الآن كما تشاهدون لقد قمت بفتح الخلية رقم 09 إخواني الكرام، ووجدتها ضعيفة جدا، لا يمكنني أن أقارنها مع الخلية رقم 04 لأن الخلية 04 قوية. المهم سأقوم بمقارنتها وتجربتها مع هذه الخلية لأن هذه الخلية ربما تكون قوية. تابعوا معي. يجب علي أن أبحث عن خلية تكون قوية لكي أقوم بتجربتها مع خلية رقم 06. هذه الخلية وجدتها ضعيفة، 04 ضعيفة تقريبا، فيها 3 إطارات ونصف. ما شاء الله ما شاء الله إخواني الكرام، ما شاء الله. ربما هذه الخلية قوية على الخلية رقم 06، لكن سأجازف. أنني أعرف أن الخلية التي تتغذى على المحلول السكري التحفيزي ستتطور أحسن من الخلية التي تتغذى على عجينة الكاندي، لأنني جربتها من قبل. جربت الطريقة من قبل. هي إطار 2 3 4 5 إطارات. انظر، هذا إطار به عسل، شاهدتم؟ وهذا أيضا به عسل، وهذا أيضا به عسل وحضنة. هذا أيضا بحضنة، هذا أيضا بحضنة إخواني الكرام. ما شاء الله ما شاء الله. سأقوم بتجربة معكم إخواني الكرام. هذه الخلية قوية جدا، فيها 5 إطارات. هي لا أخسرها إخواني الكرام، لكن سأقوم بدعمها بإطارات أخرى. الخلية كما تشاهدون فيها إطار 2 3 4 5 إطارات إخواني الكرام، بهم عسل وحبوب لقاح. سأقوم بتعليمها إخواني الكرام، وأضع لها عجينة الكاندي وأقوم بتعليم هذه الإطارات. صراحة
عجنتي كاملي اخواني الكرام، عجنتي كاملي بروتين. سوي جازف بهذه الخلية، أعطيها عجينة الكاندي إخواني الكرام. الخلية الأخرى التي رقم قلنا إخواني الكرام فيها ثلاث إطارات حضانة وإطارين عسل، يعني عسل زائد حبوب لقاح، يعني فيها خمس إطارات. الخلية الأخرى كما تشاهدون إخواني الكرام فيها ثلاث إطارات حضانة وإطارين عسل وحبوب لقاح. وهذه الخلية التي وجدناها فيها اثنان حضانة وواحد حبوب لقاح وواحد عسل، تقريبا مهم بأربع إطارات. هذه سأقوم بتقديم محلول السكري التحفيزي، وهذه التي هناك سأقوم بتغذيتها بعجينة الكاندي إخواني الكرام. وبعد 10 أيام إخواني الكرام سأقوم بفتح الخلايا وتفقدهم إن كان المحلول السكري أحسن أم عجينة الكاندي. المهم لقد رقمنا كل الخلايا بالقلم، وخلال 10 أيام سنشاهد النتيجة إخواني الكرام من عجينة الكاندي أحسن أم المحلول السكري. إلى هنا انتهينا من الشرح. من لديه سؤال أو استفسار يكتب في التعليق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس والإعجاب بالفيديو. شكرا لك على المشاهدة، دمت في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. قناة النحلة.